بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته وأحبته ومن والاه، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا اليوم في هذه الجلسة أفضل وأكبر قارئ إلكتروني صدر عن شركة لايك بوك لعام 2021، يأتي بشاشة 10 إنش وذاكرة داخلية 64 جيجا بايت ونظام تشغيل أندرويد الإصدار الثامن. الجهاز هو خليفة أليتا من الشركة نفسها للسنة الماضية. الجهاز هو P10 أو P10، وهو لأحد الأصدقاء الداعمين لهذه الدروس. أسأل الله تعالى أن ينفعه به وأن يجعل هذا العمل منه في صحيفة أعماله الصالحات. وقبل أن نبدأ بفتح العلبة، أود التنويه على أن هذا الجهاز قد حظي بعدد غير قليل من المراجعات الأجنبية، ولعل هذه المراجعة عربيا هي أول مراجعة لهذا الجهاز. أسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن يكتبها صدقة جارية يمتد أثرها إلى ما شاء الله لها ذلك. مرحبا بالجميع. إذا بسم الله نبدأ على بركة الله بفتح العلبة. نلمسه من القماش في الحقيقة، وعبارة عن توليف من الجلد الصناعي والقماش ممتاز. هذا مكان وضع القلم. أنا أيضا القلم. القلم مسألة اختياري في هذا الجهاز، بإمكاني شراء الجهاز بدون قلم. هذه ورقة لتعليمات، غلاف، ولدينا هنا القلم. القلم يبدو فخما معدني الملمس كما تلاحظون، ومعنا أيضا بطارية القلم. القلم إذن القلم يشتغل بالبطارية. إذن هذا مكان وضع البطارية هنا. قلم ببطارية. هذه بعض قطع غيار لرأس القلم. إذن هذه بمثابة قطع غيار لرأس القلم على هذا النحو من أجل تغيير رأس القلم. جهاز لايك بوك P10.
لدينا الجهاز، لدينا دليل البدء السريع باللغتين الصينية والإنجليزية، لدينا أيضا لدينا هنا كابل شحن ونقل بيانات أيضا تايب سي، ولدينا الجهاز. جهاز بالمناسبة واقي الشاشة قد تم نسقه عند في مرحلة الصنع في مرحلة التصنيع. الجهاز واجهته في الشاشة مدعومة بزجاج مقصة، وهو في الحقيقة ما يجعل الجهاز إلى حد ما ثقيل نسبيا بالمقارنة مثلا مع جهاز بنفس الحجم مثل أليتا. هنالك أيضا شيء آخر، الجهاز مصنوع من في هيكله من سبائك المغنيسيوم، يعني إذا هو جهاز معدني. ظهر الجهاز مقاوم للانزلاق، لدينا هنا زر الباور أو زر التشغيل، وأمامه ثقب صغير يستعدني إذا كان ربما لي إعادة لوضع المصنع ربما. عن اليمين ليس لدينا أي أزرار. في أسفل الجهاز لدينا مدخل الشحن ونقل البيانات، تشغيل، ولدينا أيضا ميكروفون، ولدينا سماعات. لدينا أيضا ميكروفون، نعم، وهذا ضوء في الحقيقة يدل على الشحن، وربما يشير إلى الشحن أو إلى تشغيل الجهاز. الجهاز يشتغل المرة الأولى، لغة إنجليزية، إذا لدينا إضافة شبكة، تجاوز، تجاوز، بإمكان إضافة شبكة فيما بعد. هذه بعض الإعدادات المتعلقة بالجهاز في وضعية الاستعداد بالنسبة للجهاز، ومتى يقوم بالانتفاء آليا إلى غير ذلك، ومتى يقوم بإيقاف الاتصالات اللاسلكية الوايفاي آليا. اسمها الإعداد، إذا هذه هي واجهة المستخدم الجديدة والتي تقدمها لايت بوك في أجهزتها لعام 2021. لدينا المكتبة وجهاز يضم عددا من الكتب المحملة سابقا في الجهاز، لدينا المفكرة، لدينا ورقة بيضاء، لدينا متصفح. بطبيعة الحال يتوجب الاتصال بشبكة الإنترنت، لدينا معرض الصور، ولدينا ملفات الموسيقى أو الصوتيات في الجهاز، ولدينا إعدادات المستخدم. لاحظوا معي جهاز بذاكرة توصل عشوائي 2 جيجا بايت، وبذاكرة داخلية كبيرة 64 جيجا بايت. الجهاز يشتغل بنظام أندرويد الإصدار الثامن 8.1. لدينا مسجل الأصوات،
ولدينا متصفح ملفات الجهاز، ولدينا تحميلات أو تنزيلات. لاحظوا بالنسبة للمتصفح، حاليا الجهاز يقوم بتصنيف الملفات داخل الجهاز حسب امتداداتها، بتنسيق بيب، بتنسيق تنسيقات نصية، بي دي اف، موبي وغير ذلك. لاحظوا عندنا 53.54 جيجا بايت فارغة. لدينا أيضا قاموس ترجمة، ولدينا متجر للتطبيقات، ولدينا التطبيق الخاص بنقل الملفات بين الحاسوب أو الهاتف وبين القارئة باستخدام الواي فاي، ولدينا متجر جوجل. لاحظوا لدي الإمكانية اختيار، لدينا لاحظوا معي 3x3، لدينا 2x4، 3x4، 5x4، وهكذا 3x3 كما تشاء. الجهاز هو جهاز ممتاز في الحقيقة، له ما له وعليه ما عليه. تسعدني تعليقاتكم وملاحظاتكم. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. نلتقي إن شاء الله تعالى في خير وعافية. أستودعكم الله الذي لا تضل ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.